احنا حقيقة مصممين هذه المرة، احنا اول شيء قبيلة حضارية، قبيلة تؤمن بالقانون وتؤمن بالعرف الاجتماعي الحسن اللي يحتاجين عليه. رغم كل هذا اذا شفنا اي قصور في عملية القصاص من هؤلاء القتلة المجرمين، انا شخصيا اتصلت بالسيد نقيب المحامين الدكتور ضياء السعدي وتكلمنا بخصوص يعني تطوع النقابة في الدفاع عن حقوق هؤلاء، ووعدنا الرجل خير، واللي عرفت انه شكلوا فعلا مجموعة من المحامين للدفاع عن القضية. عندنا قضية اخرى قبل سنة كانت في المطار، يعني اقاربنا ايضا من اقارب هؤلاء اللي بجبله ايضا عائله دمرت بفعل صواريخ الكاتيوشا، وعلى الرغم من الوعود الحكوميه في حينها وزياره بعض المسؤولين ووعود السيد الكاظمي، لحد الان هذه العائله لم تستحصل على اي حقوق. هذه المره اذا نفس عمليه التسويف السابقه، لا سوف نطرق كل أبواب المنظمات الإنسانية داخل العراق وخارج العراق لنيل حقوقنا، لأن هذه قضية لا يمكن السكوت عليها بعد اليوم. وأنا متأكد أنه سوف لن نكون وحيدين بالساحة، سوف تكون معنا عشائر أخرى وشخصيات وطنية أخرى، لأن هذا موضوع يخص الجميع. طب شيخ أكرم يعني أنتم كعشيرة عراقية، نعم، حالكم حال باقي العشائر العراقية، تربطها، نعم، مرتبطة بالقضاء العشائري، مرتبطة بالقوانين العشائرية، نعم، هل ستلجؤون إلى، نعم، هذه القوانين العشائرية في حال عدم الحصول على مبتغاكم؟ وأنت قلت إن لم تحصلوا على هذا المبتغى ولم يعني ينال الجنات العقوبة الصحيحة والتي يعني هل يحددها القضاء العراقي؟ أنتم مؤمنين بالقضاء العراقي بأنه يعطيهم هذه العقوبة الصحيحة؟ ماذا ستفعلون آنذاك كعشيرة؟ احنا استاذ خضر، احنا رغم العقلانية اللي تكلمت عنها وإيماننا بالقانون، لكن هذا ليس من باب الضعف. نحن قبيلة كبيرة جدا تمتد على امتداد الوطن، وعندنا رجال وعندنا امكانيات انه ننتزع حقوقنا اذا ما وصلنا الى طريق مسدود. وانا استغل وجودي في هذه القناة وأخاطب قبيلة شمار اللي تربطنا معهم السنعوسية لحد هذه اللحظة، ابنهم اللي قاد هذه العملية وسبب في هدر سال الدمانة، لحد هذه اللحظة لم يتصل بنا منهم أي طرف، وبسبب انشغالنا حاليا بإجراءات التحقيق وإجراءات الجثث اللي لحد هذه اللحظة لم تدفن ولم تكمل أوراق قاضي التحقيق، منشغلون بها لأن هي أولوية أخرى. سوف نكمل دفنهم إن شاء الله، قد تكون خلال يومين، وبعد الفاتحة سوف يكون نجتمع عقلاء وكبار القبيلة، وسوف يكون لكل حادث حديث.